مثل هذه الموهبة اتفاقية الرياض بين فرص التلميذ جلوب عاليا في سماء كل الجلوب. نقول للجميع أن لواء الحماية الرئاسية بالاسم تحلت عند إشكالية التوفيق ما بين المشاريع الدولية والعربية والجنوبية واليمنية. تناجيل مخاطر التهاون مع الاستقطابات الإقليمية المعادية للمشروع العربي واختراق الحوثية التي تمارس بحقه ما لم يمارس في حق أي شعب عربي. الفرص الكاملة أمام مجلس الانتقال لإنجاحها، أولا تفعيل واختبار مصداقية الآن. جيم تعزيز إشارة تنظيم قوات الشرعية المرغومة بالفساد وتنظيمها مع المرغومة بالفساد والتمسك الثابت بمشروع الحق السيادي للجنوب المحمي الذي يظل محمي. يتم هزيمة الحوثي بقوة الفساد، هل ممكن أن يتم هزيمة القوة الفساد والتحوث للإرهاب مع الشرعية قبل تحريرها من ثلاثية الفساد والتحوث للإرهاب؟ وخير دليل على ذلك من نعرات المناطقية وردود عن إنصاره. في الأخير ينفذ ونحن مع التنفيذ. كان اختيار هذا العنوان اختيار دقيق يحمل دلالات واضحة جدا، بما معنى هو الهدف، العنوان هو هدف وهو المخرجات بذاته. يبقى الحديث عن الفرص، أن نفتش عن تلك الفرص التي ممكن أن لا تروح علينا، أن لا تروح على المجتمع، والفرص كثيرة جدا. في تقديري أن الفرص هي ممثلة فرص للتحالف وفرص للانتقالي وفرص للشرعية. الحياة أمس الفيسبوك أيام العمل مشان ننفخ قليلا. سعيد أنني أشارك يبحث على الارتياح والثقة، أن اللي كنا نعتقد أننا نحن نخر بوقود الجماعة. شكرا جزيلا. مستقبل اتفاق الرياض هو كمستقبل أي اتفاق دولي آخر، يكمن أساسا بالتقاء إرادات الأطراف ومدى حسن النية في تنفيذ الاتفاقات الدولية. هذا يعتبر اتفاق دولي لأنه جاء تحت رعاية دولية وتحت في العاصمة الرياض، وجاء نتيجة المحادثات استمرت لمدة شهرين، وهذه الشهرين أنتجت هذا الاتفاق، وهذا الاتفاق يجب أن ينفذ بحذافيره وفق البنود التي بني على أساسها. التحديات اللي تواجه اتفاق الرياض تتركز أساسا في كيفية تنفيذه والتزام رعاة الاتفاق بتنفيذ هذا الاتفاق كما قيل بندا بندا. التنفيذ الخلاق، التنفيذ الحقيقي للاتفاق سيخرج البلد خطوة إلى الأمام في طريق السلام. الفرص كثيرة بالمطلق ولا منطقة عميلة بالمطلق. نحن نتعاطف